أعلن بحر الأسبوع الفارط عن إطلاق حملة ترافعية من أجل محاربة داء السل الذي يتواصل سقوط ضحاياه سنة عن أخرى من عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، المنطقة التي تعرف انتشارا أكبر للمرض مقارنة بباقي المناطق البيضاوية بمعدل 163 حالة لكل 100,000 نسمة، حملة تروم إشراك المجالس المنتخبة التي لها صلة مباشرة بالمواطنين في انتظار نتائج وتتبع آثارها العملية على أرض الواقع. هو في إطار الترافع اللي كتقوم به جمعية الإنقاذ من السل الأمراض التنفسية فيما يخص تحسيس من داء السل، كنعتبروا بأنه هذه المقاطعة بحكم الكثافة السكانية نسبة الإصابات فيها مرتفعة، وبالتالي دور المنتخبين أساسي فيما يخص حماية المواطنين وفيما يخص تحسيس المواطن وكذلك المساهمة والمشاركة في محاربة هذا الداء. وداء السل كينطلق أساسا من الرئتين اللي متعرضين لخطورة الهواء الغير نقي، ومن جملة جودة الهواء وعدم هي مثلا نسبة التدخين كذلك مرتفعة ونسبة الشيشة كذلك مرتفعة في هذه المقاطعات. وبالتالي بدينا هذه الحملة ديال الترافع من هذه المقاطعة، من هذه العملة الفداء مرس السلطان، هذا من جهة. من جهة أخرى تنظم الجمعية حملات تشخيص، لأنه بمشاركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجمعية اقتنت وحدة متنقلة للفحص بالأشعة لجميع المواطنين، لأنه كنعتبروا بأنه تشخيص داء السل يمر من التشخيص بالمختبري، ولكن لاحظنا بأنه الآن التشخيص بالأشعة أصبح كذلك ضروري من أجل تدقيق عدد الحالات. وفي هذا الإطار هذا أنتم كتلاحظوا بأنه المنتخبين اهتموا بالموضوع، وراهما غادي انطلقوا دابا في المحاضرات، وغادي يكون كذلك النقاش متبادل معهم باش نشوفوا شنو هي الأسئلة ديالهم وكيفاش يمكن الجمعية تعاون المتدخلين على صعيد هذه المقاطعة وصعيد هذه العملة، سواء فيما يخص الأطباء أو الأطر التقنية أو المساعدين الاجتماعيين اللي كيشتغلوا معنا. كل هذه قضايا كتجعل الجمعية تكون قريبة أكثر من المواطنين من أجل محاربة داء السل ومحاربة كل ظواهر التدخين والشيشة. بالنسبة اليوم هذه الجمعية اللي جات في إطار محاربة داء السل في المنطقة ديال الفداء اللي كتشمل العمله ديال الفيدا اللي كتشمل الفيدا ومر السلطان، هي في الواقع هذه المبادره هي مهمه جدا، نظرا لان المنطقه ديال عمله الفيدا من المناطق اللي كتعتبر في الدار البيضاء من البؤر اللي للاسف فيها هذه الظاهره كتفشى بواحد الشكل كبير، وهنا كاين عده ظروف اللي كتجعل هذه الظاهره تبقى مازال موجوده عندنا في المنطقه ديالنا، خصوصا انه هذا الداء هو معروف على انه داء ممكن المعالجه ديالو، ولكن الخطوره ديالو انه سريع الانتشار. فالدور ديال المنتخبين في نشر التوعيه هو انه كاين الارتباط المباشر والقرب ديال المنتخبين من السكينه نظرا للعلاقات اللي كتربطهم، فغادي يكون عندهم المنتخبين في اطار هذا اليوم اللي فيه نوع من التحسيس المستشارين بالدور ديالهم في تحسيس الساكنه بالدور ديال الكشف على هذا الداء والمعالجه ديالو في الوقت ديالو، لان الادويه هي متاحه، والمحاوله ديال انه تعريف بعض المسائل اللي كتجعل انه هذا الداء ينتشر. يشهد المغرب سنويا تسجيل 30,000 حاله اصابه جديده بمرض السل في صفوف المغاربه الذين تتراوح سنهم ما بين 14 سنه و 45 سنه، مرض يواصل الفتك باجسام المواطنين متحديا وزاره الصحه وباقي القطاعات الاخرى لتداخل اسباب الاصابه به التي لا ترتبط فقط بما هو صحي وإنما بمحددات اقتصادية واجتماعية كذلك.
هذا اللقاء كيندرج في إطار الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني ومع المنتخبين من أجل النقاش وتدارس كيفية القضاء والحد من حالة السل بمنطقتنا، يعني بعملة مقاطعات الفداء مرسلطان. كما يخفى عليكم فعمالتنا تعرف عدد غير هين لحالة مرض السل، ولهذا انعقد هذا اللقاء لكي نتدارس سبل التعاون فيما بيننا للحد منه. باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا، تابعونا على اليوتيوب وما تنساوش تخليو كومنتير.